بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا ومشاهدي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من هنا من أرضية ميدان الطائف عروس المصايف، حيث نتواصل نحن وإياكم مع تحديات هذا السباق، سباقات موسم الطائف وفي هذه أيامه. إذا متابعينا الكرام، في هذا اليوم الذي نشهد به تحديات سن الحقايق، على بركة الله ينطلق الشوط التاسع للإبكار الحقايق، ومن مسافة 3 كيلومترات. إذا متابعينا الكرام، نبدأ وإياكم بالنداء الأول، ننطلق وإياكم مع المركز الأول لنتابع شعر محمد بن علي بن حمد الفهيد المري مع انطلاقة ناصية بالمركز الأول. المركز الثاني اسمير بن مرزوق أشلاقي مع انطلاقة عزايم، والمركز الثالث نتابع نحن وإياكم الوصول مع المركز الثالث من الجانب الأيمن، نتابع الانطلاق في هذه اللحظات من شعر محمد بن سالم بن محمد الفهيد المري، يقدم لنا انطلاقة الذيبة مع المركز الثالث، وبن دلموك مع رابع المراكز. يحضر شعر علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك مع انطلاقة عزاوي مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع الوصول ونراقب شعر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع انطلاقة العاصفة، ولكن نعود إلى عزايم وانطلاق عزايم بالمركز الأول بشعر سمير بن مرزوق أشلاقي مع الانطلاق الأول. تنطلق وتندفع عزايم بالمركز الأول، ولكن العاصفة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يحضر ويتواجد شعر بن زيتون مع مركز الوصافة. المركز الثالث بن دلموك هو المتواجد على ثالث المراكز، شعر علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم انطلاقة عزاوي، والمركز الرابع شعر علي بن حمد بن سعيد الجربوعي المري مع انطلاقة نوادر، والمركز الخامس مشعل بن ناصر بن حمد الفهيدي المري مع فخر، ولكن عزايم والعاصفة نعود إلى الثنائي الكبير مع المركز الأول والثاني. تنطلق عزايم وتنطلق العاصفة مع الجانب الأيمن، ويتسلل شعار بن زيتون مع المركز الأول الملقب بالمجازف. يتقدم شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولا يحت الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير والمدير. تبدا الان الاثاره والمعركه هذا الشوط، العاصفه مع المركز الاول ومع البدايه ومع الانطلاق الاول، شعار المجازف بن زيتون بن زيتون مع المركز الاول والاسماء قادمه. اتابع الوصول من عزايم سمير بن مرزوق اشلاقي، وأتابع الحضور من حمد بن فيصل بن جابر المري مع قبله، والقادمة بعد اللحظات الواصلة في هذه الأثناء الشاينية عبد العزيز بن محسن العجمية. ونتابع الحضور من شعار محمد بن حمد المري مع الأب، ولكن بن زيتون بن زيتون مع انطلاقة العاصفة، ولكن الأسماء تصل الآن بكل قوة بكل عزم. وأتابع الانطلاق من شعر حمد بن فيصل بن جابر المري مع قبله، غيرت قبله وانطلقت مع المركز الاول، ولكن حذاري من لهب، لهب هي القادمه بشعر محمد بن حمد المري، ولكن يا سلام يا سلام العجمي مع انطلاقته الشاينيه عبد العزيز بن محسن بن حمد العجمي مع الشاينيه والاداميه عالميه. يا مارك الشاينيه تقدم الاداء الرائع مع الأمتار الأخيرة، تهانينا والنماس لمارك الشاينية عبد
العزيز بن محسن بن حمد العجمي منتزعا وخاطفا نوماسي هذا الشوط ضيف الميدان يحضر وينتزع نوماسي هذا الشوط. هنا المراكز حضر شهر حمد بن فيصل المري والمركز الثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز الرابع محمد بن حمد بن راشد المري والمركز الخامس شهر محمد بن مبارك بن محمد الفهيد المري مع افعال. اذا متابعينا الكرام نعود بالتهاني والنماس لمالك الشاينية بشعر عبد العزيز بن محسن بن حمد العجمي من انتزع نوماس الشوط التاسع لفئة الابكار الحقايق من حضر بحضور الابطال من حضر بحضور مشرف وانتزع نوماس هذا الشوط. اذا متابعينا الكرام الشاينية معلنة النوماس والحاضرة بكل قوة وتوقيت الشاينية أربع دقائق وستة وأربعون ثانية وستون جزءا من الثانية هكذا توقيت الشاينية بشعر عبد العزيز بن محسن بن حمد العجمي من انتزع نوماس الشوط التاسع لفئة الابكار الحقايق. اذا متابعينا الكرام متمنين لجميع الاخوان التوفيق والنجاح. اذا متابعينا الكرام حظ نوفر لمن لم يحالف الحظ. يلا يمي يلا يمي في حبها